وفد قادة حماس يواصل لقاءاته المسؤولين الإيرانيين وسط تأكيد متانة العلاقة مع الجمهورية الإسلامية. تبادل للتصريحات بين طهران ولندن على أثر اعتراض الناقلة، وبريطانيا تدرس سبل الرد. لجنة خاصة تسلم نتائج التحقيق في فض اعتصام الخرطوم للمدعي العام. الخطوط الجوية البريطانية تواصل تعليق رحلاتها إلى القاهرة لفحص إجراءات الأمان. وفي الاقتصاد، الأردن يتوقع إقبالا سياحيا وارتفاعا بنسبة 10%. وفي الرياضة، استقبال مهيب للمنتخب الجزائري واحتفالات كبيرة بعد نيل بطولة الأمم الأفريقية. النشرة المركزية من i24 نيوز، أهلا بكم. يواصل الوفد القطري برئاسة نائب رئيس لجنة إعادة إعمار قطاع غزة خالد الحردان مباحثاته مع المسؤولين الفلسطينيين في القطاع بشأن ملفات خط كهرباء 161 والمستشفى الميداني شمال القطاع. إلى ذلك، بدأت اللجنة القطرية اليوم صرف دفعات مالية لنحو 60,000 أسرة محتاجة في غزة بعد أن أدخلت الأموال أمس إلى القطاع. بدأ وفد من قادة حماس برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران. وقالت الحركة في بيان إن الوفد التقى كبار المسؤولين الإيرانيين في زيارة تستغرق عدة أيام، بينهم كمال خرازي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية. ولم توضح الحركة أي تفاصيل عن الملفات التي ستطرح خلال الزيارة، وسط أنباء عن ترتيب الأوراق بين طهران وحماس في ظل خلافات سابقة بشأن سوريا وملفات إقليمية أخرى. عن هذا الموضوع نتحدث إلى الناشط الإعلامي ضياء حسن، وعبر الهاتف ينضم إلينا من غزة. أهلا بك سيد ضياء. أولا نتحدث عن المنحة القطرية، هل أتمت عملية توزيع هذه المنحة على الأسر المحتاجة اليوم، وما هي أهم يعني وأبرز نقاط زيارة الوفد القطري المستمرة منذ يوم الخميس؟ نعم، تمت عملية تسليم الأموال إلى العوائل الفقيرة، نحو 60,000 أسرة فقيرة. طبعا ستتم عملية التسليم على عدة أيام وفقا للأحرف الأبجدية. عملية التسليم تتم منذ أشهر على هذا المنوال. هذه الأموال دخلت يوم أمس السبت إلى قطاع غزة. كان هناك حديث عن أنها دخلت يوم الخميس، ولكنها دخلت فعليا يوم السبت. خالد الحردان نائب السفير القطري محمد العمادي المتواجد في قطاع غزة منذ يوم الخميس غادر ظهر اليوم قطاع غزة لعدة ساعات، ثم عاد إلى القطاع بعد مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين حول موضوع تنفيذ مشروع خط 161 الخاص بالكهرباء. وكان معه مسبر المهاجري أو الهاجري رئيس صندوق التنمية القطري، وهو الذي يشرف بشكل مباشر على موضوع خط كهرباء 161. واضح أن هناك تقدم كبير في الملف هذا، وخلال ربما شهر أو شهر ونصف ربما يتم الانتهاء من المرحلة الأولى والأهم في تنفيذ الخط، ويمد قطاع غزة بكهرباء كاملة. وسيغني شركة الكهرباء في قطاع غزة عن المحافظة. إذن في هذا الملف يبدو أن هناك تطورا، ماذا عن ملف المشفى الميداني في ظل أنباء عن خلافات داخلية بشأن موقع هذا المشفى؟ نعم، المستشفى هناك سيقام في منطقة اسمها الجمارك بالقرب من إيرز، بالضبط بالقرب من موقع إيرز أو حاجز إيرز للعسكر الإسرائيلي القريب من المنطقة. هذا المكان يجاور موقع عسكري أيضا لكتائب القسام اسمه موقع فلسطين، تعرض لعدة ضربات إسرائيلية من قبل. الخلاف أن هذه الأراضي تبين أن معظمها تعود لمواطنين فلسطينيين رفضوا التنازل عنها وطالبوا بتعويض مالي أو بأراضي مماثلة لها. حتى اللحظة هناك بعض الخلافات الصغيرة بشأنها، لكن هناك تقدم في المباحثات ما بين إسرائيل وحماس عبر الوسطاء في موضوع إدخال المعدات في أقرب وقت، وقياسي جدا. هناك أكثر من وفد زار المنطقة وطلع وأجرى مسحا هندسيا، وهناك أيضا أكثر من وفد يعمل على إدخال المعدات الطبية فور
تجهيزه يعني. طيب سيد ضياء، لو انتقلنا إلى المسألة الثانية وهي زيارة الوفد الحمساوي إلى طهران، في أي إطار تأتي هذه الزيارة؟ هناك من قال إنها تأتي لتطوير العلاقات بل لإعادتها إلى مجراها الطبيعي في ظل خلافات كانت قائمة وتحالفات لم ترق لطهران بين حماس ودول لا تعد يعني ذات المواقف أو لا تتقاسم مع حماس نفس مع طهران نفس المواقف. بالتأكيد هي زيارة لتفويض العلاقات من جديد وإعادتها إلى مربعها الأول قبل الأزمة السورية. هنا في الفترة الأخيرة كان عدة لقاءات أجريت في بيروت بين قيادة حماس ومسؤولين إيرانيين في السفارة الإيرانية أو حتى في مقر حزب الله الرئيسي. هناك اتصالات أجريت ولقاءات ووصفات من حزب الله وحركة الجهاد الإسلامي أفضت إلى مثل هذه العلاقة وتطورها من جديد، رغم أن حركة الجهاد الإسلامي أيضا دخلت في فترة صغيرة جدا في خلافات مع إيران بسبب الملف اليمني ومطالبة إيران من الجهاد الإسلامي استصدار مواقف بهذا الشأن. العلاقات بين حماس وإيران في تطور مهم، حسب ما لدينا من معلومات مؤكدة منذ أشهر أعادت إيران دعم الجناح العسكري لحركة حماس. حماس بالتأكيد وعبر اللقاءات التي تجري في طهران وبدأتها اليوم مع كمال خرازي مسؤول العلاقات الاستراتيجية الإيراني، بالتأكيد هناك اتصالات على موضوع إعادة الدعم بشكل كامل، خاصة أن الوفد يضم قيادات مسؤولين عن الملف المالي في حركة حماس منهم إسماعيل رضوان الذي استقر في تركيا بعد أن غادر القطاع مؤخرا واستلم الملف المالي. هناك بالتأكيد أن الحركة على موضوع الملف المالي لإعادته لأنها تعاني من أزمة مالية كبيرة في القطاع. أيضا في موضوع العلاقات العسكرية أكيد بالتأكيد الحركة معنية بعودة عناصرها. سنتابع معك التدرب كما تفاصيل هذه الزيارة. أشكرك جزيل الشكر السيد ضياء حسن الناشط الإعلامي من قطاع غزة. وصل إلى إسرائيل وفد إعلامي يضم 6 إعلاميين من دول عربية لا تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل كالسعودية والعراق. ومن المقرر أن يلتقي الوفد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية ونوابا في الكنيست، لكن أعضاء الوفد رفضوا لقاء صحفيين إسرائيليين. قال المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في إقليم هرمزجان الإيراني إن جميع أفراد طاقم الناقلة ستينا إمبيريو التي ترفع علم بريطانيا ويحتجزها الحرس الثوري بخير. إلى ذلك قال مسؤولون بريطانيون إن لندن تبحث سلسلة من الخيارات للرد على احتجاز إيران الناقلة. وكان الحرس الثوري الإيراني قد نشر تسجيلا مصورا على الإنترنت يظهر زوارق سريعة وهي تتوقف بجوار الناقلة. دبلوماسية احتجاز ناقلة النفط باتت تقود وقع التوتر في الخليج العربي. احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية واقتيادها للمياه الإيرانية واحتجاز طاقمها دفع البريطانيين الذين احتجزوا قبله بأسبوعين ناقلة إيرانية في مضيق جبل طارق للاحتجاج بشدة والمطالبة بإخلاء سبيل غير مشروط لها ولمن عليها بدلا من التصعيد في منسوب التوتر المرتفع أصلا. الموضوع يتعلق بسلامة وأمن بريطانيا والملاحة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ولذلك نحن ندعو إيران للتراجع عن خطوتها غير القانونية، ونحن نبحث عن طريق لتخفيض التوتر، لكننا مع هذا واضحين تماما أننا سنقوم بكل ما يلزم لضمان أمن وسلامة السفن البريطانية. وكان حرس ثورة الإيراني قد نشر فيديو يوثق احتجاز الناقلة البريطانية تظهر فيه الزوارق الإيرانية السريعة تقتادها لميناء بندر عباس على السواحل الإيرانية، فيما أظهر الفيديو أفرادا من الحرس الثوري وهم ينزلون على سطحها من طائرة هليكوبتر بذات الأسلوب الذي استخدمه مشاة البحرية الملكية البريطانية أثناء احتجاز الناقلة الإيرانية قبل أسبوعين. أعلنت الذراع الإعلامية لحرس الثورة الإيرانية بعد ظهر الجمعة عن إيقافها الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز لعدم صياغة للقوانين البحرية، حيث تم اعتراضها وقطرها للمياه الإيرانية من أجل استيفاء التحقيقات. وفيما تواصلت الاتهامات بين الطرفين دعت سلطنة عمان جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية، في دليل واضح على تصاعد الدور العماني في جهود الوساطة للخروج من الأزمة الحالية والتصعيد العسكري المتواصل بين إيران والولايات المتحدة الذي وصل شفا الحرب.
الباحث في العلاقات الدولية دكتور أمير خنيفس ينضم إلي عبر سكايب. أهلا بك دكتور خنيفس. أولا لو أردنا أن نفهم في أي إطار يأتي هذا الاعتراض وكل هذه المناكفات، هل هي رد على اعتراض يعني الناقلة الإيرانية في جبل طارق، أم أن هناك صراعا أقوى من ذلك؟ يعني هنالك أبعاد اثنين لكل ما يحدث ولكل ما نشهده في الأيامات الأخيرة. هنالك الأسباب المباشرة وهي طبعا متعلقة باحتجاز السفينة الإيرانية في جبل طارق، مضيق جبل طارق، على يد الملاحة البريطانية، والتصريح الذي قام به المرشد الإيراني علي خمينئي قبل 3 أيام بعد أن اتهم الملاحة البريطانية بالقرصنة، وذلك على أثر احتجاز السفينة الإيرانية. ولكن على التحليل الأبعد من ذلك، هو طبعا له علاقة مباشرة بكل ما يتعلق في الاتفاق النووي مع إيران، وهذا بعد أن انسحبت واشنطن من الاتفاق الإيراني بدون أي سبب، أو بعد أن اتهمت واشنطن بأن إيران لا تملئ الشروط هذا الاتفاق، ولهذا دونالد ترامب والبيت الأبيض قاما بالانسحاب. وما تحاول إيران من خلال هذه التصرفات الضغط على دول الولاية الأوروبية في فهم أبعاد ونتائج الانسحاب من الاتفاق النووي، أو الضغط على الولايات المتحدة بأن تفهم ما هي أبعاد مثل هذا الانسحاب فيما لم يتم الاتفاق من جديد. عندما تقول بريطانيا إنها بصدد دراسة سبل الرد على هذا الاعتراض وهناك خيارات مطروحة، ما هي أبرز هذه الخيارات أمام لندن عمليا؟ طبعا بريطانيا كانت قد توجهت جيرمي هانت المرشح أيضا على رئاسة حزب المحافظين والذي ستعلن نتائجه غدا، كان قد صرح بأنه قد توجه إلى هيئة الأمم المتحدة في هذا الموضوع مطالبا إيران والمجتمع الدولي الضغط على إيران على احترام قوانين الملاحة الدولية، بادعاء بأن السفينة البريطانية كانت تسير حسب القوانين الدولية للملاحة ولم تعترض أي قارب صيد إيراني كما يدعي الإيرانيين. ولكن واضح جدا أيضا بأن جيرمي هانت يفهم جيدا بأن هذا ما يحدث الآن في مضيق هرمز وفي الخليج هو جزء من التوتر العسكري والسياسي حول. هل من الممكن أن يصل حد هذا التوتر إلى فرض عقوبات بريطانية، إلى انضمام بريطانيا إلى الولايات المتحدة بفرض بعض العقوبات على إيران، خاصة أننا نتحدث عمليا عن حكومة بريطانية انتقالية إن جاز التعبير وبصدد يعني استبدال تيريزا ماي؟ قد يجوز. هذا الأمر يتعلق جدا بمن سينتخب غدا كرئيس حزب المحافظين ورئيس الحكومة البريطاني. إذا تم انتخاب بوريس جونسون رئيس بلدية لندن السابق لوظيفة رئيس حزب المحافظين ورئيس الحكومة، فأنا لا أستبعد مثل هذا السيناريو، لأن جونسون مقرب جدا إلى ترامب ومتعاطف مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة، في حين جيرمي هانت متحفظ أكثر ومقرب أكثر من سياسة الكتلة الأوروبية أو ما نسميه بالمجتمع بسياسة الاتحاد الأوروبي وسياسة. طيب دكتور أمير، سؤال أخير، ماذا عن فرنسا في هذا السياق؟ هل ستواصل جهودها لتثبيت الاتفاق النووي، أم في ظل التطورات الأخيرة قد تتراجع؟ يعني ماكرون يحاول، رئيس الفرنسي ماكرون واضح بأنه يكون المصلح الأكبر، وهو وكأنه الإنسان الذي يحاول الحفاظ على هذا الاتفاق ما بين الأطراف، ولكن لم يستطيع تحقيق الكثير إن كان ذلك عندما انسحبت الولايات المتحدة. نحن نعلم بأن وزارة واشنطن حاول إقناع دونالد ترامب بعدم الانسحاب ولكنه لم ينجح في هذه العملية، واليوم نحن نرى هذا التوتر السياسي والعسكري من يوم يزداد توترا من يوم إلى يوم. وبالنسبة بالرغم من محاولة ماكرون زيارة المنطقة وتخفيض هذا التوتر، لكنه حتى الآن لم ينجح. والسؤال الذي يبقى هنا على الطاولة، هل سينتهي هذا التوتر حول ما يعرف بتوتر الناقلات النفطية، أم أنه سيتحول في مرحلة متقدمة إلى توتر
عسكري، وأنا برأيي كل الأطراف لا تريد مثل هذا التوتر في هذه المرحلة. أشكرك جزيل الشكر دكتور أمير خنيفس الباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا. علق وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش ضمنيا على نبأ انسحاب القوات الإماراتية من اليمن، وقال في تغريدة على تويتر إن التحالف العربي في اليمن وفي قلبه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات صلب وقوي، وعزز آلياته وهو بصدد الاستعداد للمرحلة المقبلة بأدواته السياسية والعسكرية. قال إعلام الحشد الشعبي إن القوات الأمنية والحشد في العراق قد قضت على وجود داعش في 12 قرية قرب قضاء الطرمية شمالي بغداد. وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت أمس انطلاق المرحلة الثانية من عملية إرادة النصر لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شمال بغداد والمناطق المحيطة بها لمحافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار. شن سلاح الجو التركي غارة على أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني شمال العراق بالتوازي مع عملية عسكرية يقوم بها. وقالت وزارة الدفاع التركية إن المقاتلات التركية شنت غارة ضد أهداف الحزب في منطقة متينة شمالي العراق، وأوضحت أن الغارة استهدفت أسلحة وتحصينات ومخابئ تابعة للمنظمة الكردية. اتهمت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاج قوات الدعم السريع بالتسبب بوفاة شاب بعد تعذيبه أثناء احتجازه في مدينة الدلنج في وسط السودان، منددة بممارسات الأجهزة الأمنية بحق المواطنين. في غضون ذلك سلمت اللجنة التي تولت التحقيق في أحداث فض اعتصام ميدان القيادة العامة تقريرها الختامي عن نتائج التحقيق إلى النائب العام. وكانت اللجنة قد تشكلت عقب حل لجنة أخرى شكلها النائب العام المقال للتحقيق في أحداث العنف التي وقعت قبل فض الاعتصام. قال مصدر عسكري إن 7 مقاتلين على الأقل موالين للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قتلوا خلال ليل السبت في ضربة بطائرة مسيرة في ضاحية بجنوب العاصمة طرابلس. وقال الجيش الوطني الليبي دون تفاصيل إنه أسقط طائرة مسيرة اليوم في ضاحية عين زارة بجنوب طرابلس، فيما لم يتمكن الجيش حتى الآن من السيطرة على العاصمة على الرغم من شنه حملة عسكرية منذ بداية نيسان أبريل الماضي. أعلنت منظمة SOS Mediterranean غير الحكومية بالاشتراك مع منظمة أطباء بلا حدود إطلاق حملة جديدة لإنقاذ المهاجرين قبالة سواحل ليبيا، وذلك بعد 7 أشهر على منع سفينتها إكواريوس من الإبحار وحرمانها من رفع أي علم. وقالت المنظمة إن سفينة نرويجية تتوجه حاليا إلى المتوسط للقيام بحملة جديدة للبحث والإنقاذ في وسط البحر المتوسط، حيث لقي 426 شخصا على الأقل حتفهم منذ بداية العام الجاري. رشحت حركة النهضة التونسية زعيمها راشد الغنوشي لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 1 أكتوبر المقبل في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة للحصول على منصب قيادي كبير في البلاد، وهي المرة الأولى منذ الثورة التي يتنافس فيها الغنوشي على منصب رسمي. في ظل خلافات كبيرة داخل حزب نداء تونس الحاكم والتي من شأنها أن تزيد من فرصة حزب النهضة الإسلامي للأغلبية البرلمانية، أعلن حزب النهضة في تونس اليوم الأحد ترشيح زعيمه التاريخي راشد الغنوشي أحد أهم وأكبر قيادات الإخوان المسلمين في البلاد بدائرة العاصمة تونس واحد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقرر عقدها في 6 أكتوبر تشرين أول القادم، خطوة ينظر إليها كثيرون على أنها محاولة للحصول على منصب قيادي كبير في البلاد. هذا الخيار وهذه الرغبة في هذا التوقيت تدل على يمكن أن هناك ربما توافقات معينة بين السلطة المدنية وبين حركة النهضة ويمثل راشد الغنوشي على أنه من الممكن أن يأتي رئيس للبرلمان أو للحكومة كرئيس للوزراء في الفترة القادمة.
حزب النهضة أكد أن ترشيح الغنوشي هدفه أن يلعب زعماء الأحزاب أدوارا رئيسية في هذه المرحلة، والتي اعتبرها الحزب مرحلة حاسمة من تاريخ الانتقال الديمقراطي في البلاد، حيث عزز ترشيح الغنوشي التكهنات بأنه يسعى إلى لعب دور سياسي أكبر في الفترة المقبلة في حال فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية والتي تعقد قبل شهر واحد من الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 من نوفمبر المقبل، التي لم يدفع حزب النهضة بالغنوشي لخوضها. هذا يعكس يمكن فهم لطبيعة ومدركات الواقع السياسي الموجود حاليا والمأزوم بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين، وده بيشكل رؤية لإمكانية التأثير أو تكون قاعدة عريضة أو جماهيرية للتأثير وإحداث توازن للسلطات والقوى من خلال وجوده كرئيس للبرلمان. الغنوشي والذي لم يترشح لأي منصب رسمي في تونس يلعب دورا كبيرا في البلاد منذ عام 2011، بعدما مكث في المنفى في لندن ما يقارب 20 عاما خلال فترة حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. الصحفي والكاتب السياسي مصطفى طوسا ينضم إلي عبر سكايب من العاصمة الفرنسية باريس. أهلا بك سيد مصطفى. أولا، يعني ما الذي تغير حتى يرشح النهضة الغنوشي لهذه الانتخابات على رأس قائمته الانتخابية؟ أولا يجب الإشارة إلى أن حزب النهضة لم يفكر في راشد الغنوشي في الانتخابات الرئاسية، لأنه هناك عدة استطلاعات الرأي تعطيه نتائج جد ضعيفة وجد سلبية وبعيد عن أي نجاح. وربما النهضة حاولت من خلال الانتخابات البرلمانية، وهي تريد أن يكون لها أقوى فريق برلماني في البرلمان المقبل، تريد عن طريق هذه الانتخابات البرلمانية أن تفرض راشد الغنوشي لمنصب كبير في المعادلة السياسية التونسية المقبلة. البعض يتحدث عن ربما رئاسة البرلمان، وآخرين يتحدثون عن رئاسة الحكومة. لكن لحد الساعة كل هذه مبنية على تخمينات، لأن هناك جو حاليا يخيم على تونس مفاده بأن الشارع التونسي والرأي العام التونسي والمود التونسي يريد أن يصفي حساباته مع رموز العهد البائد والقديم، ويريد أن يفتح ويعبد الطريق إلى وجوه جديدة تدخل إلى البرلمان. إذا تحققت هذه المقاربة، فإن رجل كراشد الغنوشي أو حزب كحزب النهضة ربما لم يستطيع أن يحصل على المرتبة الأولى التي تؤهله لكي يلعب الأدوار الأولى. إذن هناك يعني بعض التحليلات تقول بأن بما أن التونسيين يريدون وجوها جديدة وتيارات سياسية جديدة، فإن حزب الغنوشي ربما لن يحقق. مع ذلك سيد طوسا، يعني ترشيح الغنوشي بحد ذاته يأتي أيضا في ظل خلافات داخل يعني حركة النهضة، واستبعاد شخصيات كانت يعني يوما ما ربما مألوفة ومعروفة في إطار الحزب عن الدوائر الانتخابية التي تنتخب فيها أو ترشح فيها، وهذا محسوب على الغنوشي من ضمن إجراءاته على الأقل وفق بعض معارضيه في الداخل. إذن كيف يمكن للنهضة الخروج من هذه الأزمة؟ نعم، راشد الغنوشي الذي يبلغ من العمر 78 سنة لم يكن ترشحه يحدث إجماعا في صفوف النهضة. عندما نقرأ ما يعني يصلنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي نلمس ونلاحظ بأن هناك تصدعا داخل هذه الحركة التي كانت تريد أن يدفع بوجوه جديدة وأن تترك القيادات القديمة على جانب، وهذا من شأنه أن يضعف أو يؤثر على الأداء الانتخابي والسياسي لحركة النهضة، لأن هناك توتر، هناك خلافات، هناك نفور بين بعض الشخصيات، بين من يريد أن يجسد المستقبل ومن هو يجسد الماضي كراشد الغنوشي. ولعل يعني كل هذه المعطيات ربما سيكون لها تأثير على نتائج حركة النهضة في البرلمان. الآن السؤال الذي يطرح حاليا بحدة في تونس، هل لا زال لحركة الإخوان المسلمين والإسلاميين في تونس نفوذ يمكنهم أن يبقوا القوة؟ طيب هل من إجابة تحديدا عن هذه الجزئية، خاصة مع تراجع الإخوان في دول يعني كانت ربما معقلا لها؟
نعم، إضافة إلى تراجع حركة الإخوان في بعض الدول، هناك أيضا عنصر جديد يجب أن نعطيه حسابا مهما في تونس، وهو أن هناك شباب وهناك رأي عام يريد أن يجدد ملامح ووجوه الحركة السياسية سواء على المستوى الحزبي أو على المستوى الشخصية. والكل يعني هناك رهان على ما يسمى بالفرنسية الديجاجيزم، يعني أنهم أرجو يعني أدخلوا منازلكم كل رموز العهد القديم وافتحوا الباب وعبدوا الطريق إلى رموز العهد الجديد. وانطلاقا من هذه المقاربة هناك من يراهن بأن كل الشخصيات التي كانت تجسد الماضي ربما لن تحقق الاختراقات المرتقبة. أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي مصطفى طوسى، وقد حدثتني مباشرة من باريس. متواصلون معكم في هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، ونتابع فيها لكن بعد قليل. الخطوط الجوية البريطانية تواصل تعليق رحلاتها إلى القاهرة لفحص إجراءات الأمان. وفي الاقتصاد، الأردن يتوقع إقبالا سياحيا وارتفاعا بنسبة 10%. وفي الرياضة، استقبال مهيب للمنتخب الجزائري واحتفالات كبيرة بعد نيل بطولة الأمم الإفريقية.